إكرام، أهلا ومرحبا بك. كيف ما قلت قبيلة أنك أنت يعني فنانة شعبية خلال ظرف قصير حققتي واحد النجاح اللي هو كبير. اليوم أول ظهور لك على منصة موازين في الدورة ديال 18، شنو هو الإحساس ديالك؟ كيف سبقت وقلت، الإحساس ديالي ما كيتوصفش، وشرف كبير لي نكون في هذا المهرجان العالمي اللي هو موازين وكبير، وشرف لي كبير نكون مع الفنانة عبدالله الداودي كنوجه له تحية. ومن ضمن هذا الشيء حتى هو كيف كنقول غادي يكون السي في ديالي وفرحانه بزاف. اليوم غتكوني حاضره في منصه سلا اللي عرفت على طيل ايام المهرجان، ويعني واحد الحضور جماهيري اللي هو كبير. باش كتوعدي الجمهور السلاوي؟ كنوعدهم بانني غادي نحيح معاهم وغادي نشط معاهم ديال بصح، وان شاء الله غادي يكون الجديد. من بعد بث الحلقه ديالك اللي كنتي كوليتي واجهتك واحد مجموعه ديال الانتقادات من خلال يعني الناس ديال اسفي، الناس من المدينه ديالك، كيفاش واجهتي هذيك الفتره؟ واجهت عادي حقاش ما قلت شي كلمه دلعيب، وبعد الناس ما فهمونيش. لحقاش عندنا بعض الصحافه ما كيوصلوش الميساج كيف ما هو. انا قلت حقاش في الايام الدراسه ديالي ركبت في الطوبيس وشفت واحد الحال منظر ما عجبنيش، هذاك الشيء علاش كيف طرى لديك البنت ما بغيتش طرى ليا واحد المره، هذاك الشيء علاش درت حد بيني وبين الطوبيس وما كنهضرش على دابا. تفرك لها مدينتنا ولاد زوينه، جابوا طوبيسات جداد وكاين الامن، وكنموت على وليدات بلادي وما يمكنش غادي نعير بلادي ديك مدينتي وكبرت فيها وتعلمت فيها، كنوجه لهم تحيه. كاين المشكل، انا ما لقيتش مشكل مع الصحافه، انا ما لقيتش مشكل مع لي باج فيسبوك المحليه ديال المدينه ديالك والناس المدينه، يعني ولاد دربك القدام حتى هما بداو كيكتبوا ويهضروا عليك. هذوك راك عارف الفنان ملي كيبدا يتشارك تسلط عليه الاضواء غادي يبداو يعيروا باش باي حاجه كانت، ياك ولا لا؟ هذا الشيء اللي كاين. وبالنسبه لا كاينين شي صحافه، ولكن راك عارف الصحافه اللي يلاه بعدين خاصهم يديروا البوز باي طريقه، مع احترامي للصحافه كاملين ما كنهضرش على كل شيء الا القفر عاوتاني. كنهضرش على الصحافه، كنهضر على بالنسبه للصحافه اسفي اللي يلاه بعدين راك عارف. وسختوا لي باج بصح ما كتبتيش واحد لي باج، يمكن ما عندهمش معايا ما كيحملونيش، شافوا ديك اللقطه وقالوا اكرم عيرت مدينتها، انا بالعكس ما عيرتهمش. حاليا يعني تقادت الاوضاع ووليت محبوبه عند الناس ديال اسفي. الحمد لله، وضروري انا بنت مدينتهم وفخر ليهم، واي بلاصه كنطلع لها كيقولوا اكرم لعبتيه مدينه اسفي. بزاف ديال الناس كيقولوا انك انت كتبغي يعني تشبهي بالفنانه زينه الداوديه، لا في اللوك ديالك وكذلك لا في الستيل الغنائي ديالك، واش بصح الغلط؟ والله هاد الهضره ما عمري سمعتها غير اليوم عند الصحافه، وحق الله حقاش الستيل ديالي بوحدي، وكيف ما سبق الجمهور ديالي لقبني مولات البندير، يعني راني كندير واحد الستيل ديال ستيل شعبي قديم عصري، داكشي اللي كيعجبني. واخا مؤخرا وليت كندير ستيل شبابي باش ديك الموجه ديال الشباب حتى هي نوصلوا لهم الرساله. واحد اللقاء كتسولتك الا خديتي منصب سياسي في اسفي شنو تقدري تبدلي؟ اليوم نسولك اكرام، باقا مفكرش في السياسه؟ ما كنفكرش في السياسه، انا بالسياسه بيني وبينها الخير والاحسان، السياسه عندها ما ليها، وانا فنانه كنبقى فنانه شعبيه. انا بالنسبه لاسفي قلت لك عزيزه عليا، زعما مدينتي الا بغيت ندير مشاريع نديرهم في مدينتي. رساله اخيره للجمهور ديالك؟ رساله اخيره للجمهور ديالي كنقول لهم كيف ما كتشجعوني وكتساندوني حتى انا كنحماق عليكم، وكنوعدكم ان شاء الله ديما نكون عند حسن ظنكم.